كما قرر خادم الحرمين الشريفين إعلان اسم قمة القدس على القمة 29 المنعقدة في الظهران شرقي المملكة. وأعلن الملك سلمان دعم منظمة الأونروا لرعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ب50 مليون دولار، وكذلك دعم الأوقاف الإسلامية في القدس ب150 مليون دولار. أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. ليعلم القاسي والداني أن فلسطين وشعبها وجدان العرب والمسلمين، كما أعلن عن تبرع المملكة السعودية مبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. كما تعلن المملكة عن تبرع مبلغ 50 مليون دولار للولايات المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.